مستمر في ان هو طيب. يزود من الحته خلينا الهجوميه نروح شويه. لزميلنا شريف تمام. شعبان برضو يشرح لنا ماذا يحدث في ارض الملعب. اتفضل يا شريف. من اوفر لكابتنه احمد صبحي وينقض عليه وليد سليمان وبيحرز الحكام الان في الدقيقه 83 وكل لاعبي النادي الاهلي حصل بيها على وزنها برساله للاعب النادي الاهلي معلن الاهليه يمكن النادي الاهلي كان على نفسه قادر على جيب الاهداف ودلع لاحمد صبحي عمل اوفر من ناحيه اليمين جميل جدا ينقض عليه وليد سليمان ضرب الكره في الارض بالرحمه من طول حارس على طول راح في مرمى وعرض على الهدف الثاني في الدقيقه 82. خليني اقول لك يا كابتن اسلام ان في الدقيقه 78 خرج اللاعب رقم 10 ونزل اللاعب رقم 23 من فريق كان سكور. في الدقيقه رقم 39 خرج ايمن اشرف للاصابه ونزل مكانه ياسر ابراهيم. في الدقيقه 31 هجمه خطيره جدا من كان سكور اوفر من ناحيه الشمال ولكن الشناوي طلع تعدي علشان تطلع على ضابط مرمى طاير على طول واقف في طول الخط طاير عده تعليمات ان احمد فتحي ورمضان صبحي وخلى رمضان صبحي يجي ناحيه اليمين واحمد الشيخ يروح ناحيه طيب 84 والاهلي متقدم بهدفين لصلاح محسن والوليد سليمان ولاعبي النادي الاهلي بعد احراز الهدف الثاني كلهم عملوا نفس الحركه اللي بيعملها لاعب النادي الاهلي مؤمن زهرين اللي قتاله طبعا السلامه عملوا نفس الحركه وراحوا على الضربه الرقميه بدقوه رساله منهم او تعاطف معهم مع زميلهم طبعا السابق كابتن اسلام معايا. لا خلاص انا هريحك شويه لغايه اخر المباراه هجي لك اخر دقيقتين تشرح لنا المباراه بالكامل يا شريف. شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان.